من بعد الفيديو ما تجيش تقول لي لا ولكن لا حقا ما عنديش راس المال معليش جبت لك بروجي سواء كنتي بنت او لا ولد جبت لكم بروجي ما غادي يخصكم لا راس المال لا حتى شي حاجه صايبت لكم كلشي حتى من لي فورنيسور انا هضرت معاهم جبت لكم كلشي يعني خاصكم غير تعرفوا تسوقوا البروداكت وتجيبوا الكليان اللي غادي يشري ساهله البرودوي تيكون عندنا في اي دار عند كلشي عند الاباء ديالنا عندنا حنا الدراري البنات اللي كنتو تيكون عند والديكم باش كيتفرجوا في شي حويجات انا غنوريكم شنو هو دابا معايا ايه هو لي بي تي في لي بي تي في كتلقاه في كاع الدور تقريبا الناس ما تيقدوش يخلصوا مثلا لابورمون ديال كانال بلس ولا ديال بي ان سبورت ولا شي حاجه دونك تياخذوا هذا تيطيح لهم ما بين 600 حتى 1000 درهم في العام ولكن اللي ما عارفينش سيكو هاد لي بي تي في كيطيح رخص من هادشي انا غنوريكم بعدا هذا شنو فيه بالضبط المهم هذا هو كما كتشوفوا البانيل ديالي امير لايف تشارلز هادشي اللي عندي فيه اول دونك فوالا كتلقى مثلا هانت ديال فرنسا ديال اسبانيا بلجيكا المغرب غتلقى الدوزيام غتلقى كلشي هنايا غتلقى بي ان سبورت بالنسبه للدراري والناس اللي الرجال اللي كيتبعونا كاين عندك القنوات اتش دي وكاين فول اتش دي واي اتش دي دونك انا غنطلقها مثلا نطلق لكم وحده تشوفوا لا كاليتي ديالها كيفاش دايره فوالا فول اتش دي تري بون كاليتي وتصويبه من كره متحركه تموضع من خلالها شفتو عندك اكثر من هذا الشيء عندك هنايا لايف تشانلز عندك هنايا موفيز ولي سيري دونك نمشيو للموفيز مثلا كتلقى فيهم عده انواع ديال الافلام يعني انت ديت ديال نيكستيس يكونوا بالانجلي بالفرنسي المهم كلشي كاين الطاليانيه بالعربيه كلشي كاين حتى ديال المغرب كاين نتي ها هما لي سيري عاوتاني مثلا نمشيو شي نعطيكم شي مثال مثلا نمشيو الافلام افلام بصراحه اللي سيرين كنشوفهم انا هنا بزاف افلام غنديروا في او دي انجلش فوالا نشوفو نيمبورط كي فيلم او كتلقى الافلام اللي خارجين زعما الاخر 2020 شو مثلا هذا اي واحد نشوفو غير الكاليتي ديالو هذا المونتي معروف فوالا شوفو الكاليتي ديال ليماج شتو يعني افلام الاخر اللي كتشوفو في السينما كتلقاوه هنايا عندك 2020 كذا لا كاليتي مزيانه ناضيه عندك ممكن تزيد ممكن تدير بزاف د الحوايج دابا عطيني عقلك وعطيني ودنك مزيان لان هادشي اللي غادي نقول لك ما غادي يقول لك حتى شي حد وهذا الدومين هذا بالضبط محتكر بزاف من شي ناس في المغرب والمهم اون جينيرال ما تيبغيوش يوريو الناس كيفاش كيديروا يجيبوا دوك مثلا دوك لي كود اللي كيبيعوا بهم لي سيرفور ايتترا وساشون كيطيحوا فريمون ارخص بزاف والناس تيخلصوا عليهم بزاف ديال الفلوس افون ما نعطيكم ندخلوا للديتاي ديال هذا المشروع هذا بغيت نقول لكم كو هاد لا فيديو اي سبونسوريزي بار اوتوكوبي ولا تشاب شنو هو اوتوكوبي ولا تشاب واحد الجروب تيعاون الناس اللي ما تيفهموش التداول تيتكلفوا لهم كلشي اي تيكون داكشي اوتوماتيزي انت ما كدير حتى شي حاجه غير كتفتح لو كونط ديالك ما كتخلصش سي غراتوي سي غراتوي يعني ما كتخلص شي حاجه باش كتدخل تيكون غير في الاخر ديال كل شهر كتبارطاجي معاه شويه من الارباح ديالك هادشي اللي كاين دونك تيكون داكشي اوتوماتيك الا كنتي كتقرا خدام عندك الاولاد ما مساليش ايتترا كلشي هما كيتكلفوا به وكتبارطاجي معاه شويه من الارباح ديالك كل الاخر ديال الشهر غادي نخلي لكم لو جروب تيليجرام ديالهم هنايا باش كونتاكتيهم الا كنتو مهتمين دابا ندوزو للموضوع ديالنا لي بي تي في هو كيدار راكم عارفينو كاملين بالنسبه للناس اللي ما عندهمش فلوس باش يبقاو يشريو ديزابونمون للقنوات بحال مثلا بي ان سبورت كانال بلس ايتترا بزاف ديال القنوات شاهد المهم بزاف الحوايج كيديروا داك لي بي تي في تيكون فيه كما شفتوا افلام في او دي تسمى في او دي كيكون فيهم دي سيري ممكن تلقى فيه نتفليكس كاع لي سيري نتفليكس تحطو تما كاين تيكونوا اجور كاين اللي مثلا كتسري السيرفر ما تيبقاش يعاود يتجدد هذا هذا اللي وريتكم كيتجدد كل مره مثلا كتخرج سيري جديده كيعاود يدخلها لك ولا فيلم جديد كيدخلوا لك في السيرفر ديال كيما شفتوا قنوات كاملين كاينين ديال كاع البلدان اللي بالفلوس اللي بلا فلوس كلشي عندك يعني وكيطيحوا كما قلت لكم الثمن رخيص بلاص ما تبقى تشري كل مره ابونمون ديال كل بوكي ديال القنوات الو خاصكم تعرفوا بان كيفاش يخدم هادشي تيكونوا شي ناس تيقادو دي سيرفور تيبقاو يدخلوا فيهم كيتيليشارجيو فيهم داك الافلام ديالهم والقنوات ديالهم ايتترا وتيكون مطلق مستريمي سيرفيس ستريمينغ كيجي داك مول سيرفور تيبقى يبيع كيبيع سميتو دي باك وكاينين بزاف ديال تيب ديال دو سيرفور مثلا كتلقى الاولاني كيتسمى مثلا تيست او المهم كل واحد عنده سميتو هذاك تيكون رخيص كيتباع مثلا 30 اورو ما تيكونش بنفس الجوده ديال هذا المهم هذاك هو المينيموم باش كيبدا كاين الماغنوم اللي شفتو عندنا عند الماغنوم وكاين واحد اخر واقيلا تيقولوا الجولد ولا شي حاجه اخرى هذاك هو الغالي فيهم تيكون بكاليتي مزيانه فول اتش دي تيكونوا فيه زيد قنوات اكثر مي ما كاينش فرق صراحه بيناتهم يعني كثيره ما بين الماغنوم وهذاك يعني الافلام تيكونوا زايدين شويه لي سيري زايدين شويه وصافي هادشي اللي كاين مي تقريبا لا ميم شوز باش كيتباعوا في السوق حاليا يعني هنايا مثلا في اوروبا كتلقى الاولاني بديك 30 40 الثاني بديك 50 60 والثالث الاخر يعني بريميوم بديك من 80 حتى 150 اورو يعني فوالا انا كنعطيكم غير كل واحد حال تيبيع يعني غير تقريبا خاصكم تعرفوا بان هاد سميتو هاد لي تيب ديال لي زي بي تي في
كيطيحوا رخاص ملي كتشريهم جمله، خاصك تلقى السيد اللي غادي يبيعهم لك جمله وانت تعاود ديك الساعه سوا دروب شيبي سوا كتشري. كتشري مثلا تيقول لك نعطيكم غير دي زيكزومبل، مثلا هذاك الماغنوم انت غادي تشري ب 30 اورو غتبيعو مثلا ب 300 درهم وغتبيعو ب 600 درهم فهمتيني. مثلا داك الواعر كاع بريميوم غتشري انت ب 400 درهم وغتبيعو ب 800 درهم لو دوبل. هذا هو القالب يعني. وكل ما كتشري بزاف ولا كتبيع بزاف كل ما كيبدا كيطيح مول الجمله مول لي سيرفور كيبدا كيطيح معاك لي كيطيح معاك لي بري فهمتيني، لان كتجيب له بزاف ديال الكليان بيان سور. يعني ابري خاصك تجيب شي واحد الثقه اللي غيبقى يدير الكليان ديالك مانتونس ولا مشات تبلوكا ولا شي حاجه باش ما تلقاش مشكل مع الناس الكليان ديالك. ولي زوين في هاد الدومين سي كو اون فوا كتجيب كليان داك الكليان هو تيبقى يجيب لك الكليان من بوحدو، تيقول لك حقا راه درت الاي بي تي ديال صاحبو كذا هادي كيفاش البلان نقول ليه هادي، تيقول لك فوالا هو السيد اللي درت من عنده راه كيدير ثمن زوين راه مشات لي داكشي مزيان ما كيتقطعليش المانتونس فوق ما سولتو تلقاه. هذا هو لو سيرفيس، انت اللي غتكلف هو دير ان بون سيرفيس، تعرف تكونتاكتي كليان، تعرف تجيب الكليان وصافي. الشيء الاخر كلشي كيديروا السيد اللي غنعطيكم من بعد في الاخر ديال لا فيديو. البروسيس كيفاش غادي يكون؟ السيد انا كنعرفو شخصيا هو اللي كندير مع هذا البروجي هذا. صراحه كان بامكاني نجي نقول لكم انا غنتكلف هذا الشيء، انا غنبقى نبيع لكم لي سيرفور مي ما فيهاش اللي يدير هذا الشيء، بغيت نخلي لكم منكم لا سورس ما كاين حتى شي مشكل، انا خدام على بزاف الحوايج. المهم عطيكم نتوما هذا البلان، عندكم سوا ممكن دروب شيبيو لو سيرفيس يعني بلا ما تقدر تسري مثلا لي كريدي باش نتا تبيع، ممكن تمشي عند سيدني شاد تقول له انا باغي نقدر معاك دروب شيبينغ، انت غادي مثلا تحل شي با انا شي شين في انستغرام شي باج ولا فيسبوك ولا هذا، غتبقى دير الاتس ولا غتبقى دير غير بالبوشا وغير تهضر مع الناس هكذا كثر بغيتي اي بي تي في هذه دير شي شين. مثلا اللي زوينه صراحه هي دير سميتو اون باج انستغرام وتحط فيها لي سيرفيس ديالك وتبقى تانيميها شويه وتبقى تبين لو سيرفيس ايتترا، حاول انت تسري داك البوكي وتحاول تزرو باش تعرفو كيفاش يخدم باش تعرف تبيع للناس فهمتيني. صافي ديك الساعه تفاهم معاه، سوا كيما قلت لك دروب شيبي يعني انت تجيب الكليان وموراها هو يدوز له الكود وداك الشيء وانت اللي غتبان في الصوره بيان سور. سوا مثلا غادي يعطيك لاكسي للبانيل ديالك، تيعطيك لاكسي لواحد لواحد لو سيت كتدخل فيه بالايميل وبالكود ديالك وكيكون عندك مثلا تيخرجوك دوك لي كود اللي كتبقى تبقى تبيعهم للكليان ديالك. سي تري سامبل العمليه كيفاش كتم، كتانستالي تيخصك سوا سمارت تي في سوا كتكون عندك داك البواتشي ديال الاي بي تي في. الاغلبيه دابا هاد لي سمارت تي في تيكون فيهم اندرويد تي في، دونك كتيليشارجي الابليكاسيون كاين بزاف اي بي تي في اي بي تي في سمارترز عندك دوبليكس بلاي المهم كاين بزاف. هذاك دوبليكس بلاي كيمشي للكليان كيدخل له كيعطيك الكود اللي كيبان له انت كتدخلو عندك كتاكتيفي له لابونمون وتيبقى له لمده عام. هادشي اللي كاين. هادو بالنسبه للناس اللي باغيين يبيعوا ويشريوا في هذا لو دومين هذا، يعني كما قلت لكم ما خاصكمش تراس المال، ساهل بزاف ممكن تحقق به ثمن الفلوس دغيا ضرب شي غير 10 الكليان ديالك الاولى راه هما غيبقاو يخدموا عليك غيبقاو يجيبوا لك الكليان. هادي باش زونه خدمه ما خصك دير لا اشهار لا والو، ساهله جيب غير 10 الاول راه تبدا غير مع لا فامي ديالك مع اصحابك سهله والله الا سهله. هادو بالنسبه للناس عاوتاني اللي باغيين هما يكون عندهم الاي بي تي في، سوا مثلا تهضر مع السيد هذا تشريو من عنده مثلا الاي بي تي في نيشان، سوا كاينه واحد البلان في علي اكسبريس ممكن دروب شيبي يا ربي ممكن تشري من عندهم لي كود. انا صراحه جربتها شخصيا، الفرق اللي لقيت بيناتهم بجوج سي كو انا نقول لكم طاح عليا 100 درهم كان عاطيني فيه 4 شهور ديال لابونمون. صراحه كلشي كان فيه زوين من غير البي ان اللي كانت كتبلوكا وما كطلعش فيها الفول اتش دي، ولاني الكايت ديالها مقتوله يعني كيبقى يتحرك مثلا داك اللعاب كيبقى يتحرك بشويه ما زوينش الفراج. انا سورتو كنت باغي البي ان سبورت يعني كنبغي نتفرج مزيان. هذا هو الفرق بيناتهم، حتى هما فيهم لي سيري فيهم الافلام افلام واعرين فيهم كاع جميع القنوات خدامين صراحه مزيان. كاينين بزاف علي اكسبريس شناهو اللي كيديروا هذا الشيء داكشي واعر بزاف. انا غنخليكم من بعد هذاك خونا اللي سيرش من عنده في هنايا ولا هنايا في علي اكسبريس دخلوا سيري من عنده ما جربتو صراحه خدام داكشي. ممكن سوا تسري من عند هذا نيشان او تسري من عندك السيد اللي غنخلي لك انا الكونتاكت ديالو من بعد. حتى اللي بغى يدير دروب شيبي ممكن دروب شيبي من علي اكسبريس او دروب شيبي من عند هذا السيد اللي قلت لكم، ولكن صراحه غير السيد اللي تعاملت معاه غيطيح لكم ارخص، لان هو الاثمنه اللي قال لي قبل لمده عام غيطيح لكم ارخص من ديال علي اكسبريس. المهم انا كنعطيكم زعما جميع الطرق اللي ممكن تديروا بها هادشي وانتم ديك الساعه تجربوا ديروا شوفوا لي بال. حاجه اخرى كنصيحه اللي بغيت نقولها لكم قبل تبداو هادشي، ديما فكر في التعاون مع الكليان لان غادي يبقى معاك مابوني عام، خاصك انت تفكر تجيبو يعاود يتابون معاك العام الجاي ويجيب لك كليان اخر. انا تيست صراحه هادو بجوج، بغيت نقول لك زعما الخلاصه ديالي من هاد التجارب اللي خرجت منهم بجوج. علي اكسبريس ملي كنت كنهضر مع داك السيد ما كيجاوبنيش سيغ بلاص وكيصيفط لي ميساج اوتوماتيزي، يعني فريمون ما هضرش معاه اون فوا كتشري كيصيفط لك ديريكتومون داكشي اوتوماتيزي عنده. الا كنت عندك مثلا هاد التلفازه هادي انستالي هاد لابليكاسيون دخل هاد الكود هذا وصافي، يعني ما كدويش معاه. ابخي اذا كنتي مثلا انت دروب شيبيتي لو تروك من عنده ممكن من بعد تلقى معاه مشكل في السيرفيس غيبقى عليك يقدر ما يبقاش يجاوبك بزاف د الحوايج. هادي من ناحيه، الا كنتي غديرها غير ليك بيرسونيلمون ماشي مشكل ممكن تصباس، لان كطيح رخيصه قلت لكم 100 درهم 4 شهور ماشي حاجه كثيره. حاجه اخرى سي كو الولد الاخر سيد الاخر كيعطيك بعدا كدير التيست، يعني ممكن الكليان ديالك يتيستي
داكشي اللي غادي يشوف. ثاني حاجه تبقى معاك دائما, وهو يعني عنده غلاصون ديريكت مع مول سيرفر, يعني اون فوا تيوقع مشكل دغيا تيطلع له البروبليم وتعاود يحلو سوغ بلاص. هذا هو الفرق, وهادشي اللي كاين. المهم زعما المشروع فيه ما يدار, وشحال من واحد ساكت على هادو ما تيبغيش يبارطاجي مع الاخر. كما قلت لكم راه سي سامبل, غير من علي اكسبريس ممكن تجيب مالين سيرفر وكيطيحو رخاص وبلا ما يتمعش منه. قدر في الكليان واحد 300 400 درهم وانت ما خاسر منه والو, ولا كنتي باغي تحط راس المال كتسري الكريدي وكتبقى تبيع منه وكيطيح عليك جمله, اولا كتهنا مسطع الراس حتى غير دروب شي بيتر مع الولد تقول له طلق لي هذا طلق لي هذا غتخلص خلص وشي خلاص كتسالي معاه. صراحه احسن حاجه هو دروب شي بي, ما تحط لا فلوس من جيبك لا والو, يعني انت ما عندكش راس المال هذه احسن حاجه ليه. انت دير الهدف مثلا هكا 10 الكليان في الشهر, 10 الكليان كل واحد ترشي معاه واحد 300 400 درهم راه الخير والبركه, واحد 400 300 درهم بخير اخويا. دونك هذا هو كانت الفيديو ديال اليوم, نتمنى ما نكونش طولت عليكم وحاول عطيتكم الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون. غادي نخليكم لو كونتاكت ديال داكشي اللي قلت لكم عليه بلوس المهم كاع اللي غتحتاجوه هنايا في الديسكريبشن. هذا ما كان, ما تنساوش تلايكي وتكومونتي وتبارطاجي, المهم داكشي كامل راه شي اللي كيشجعنا باش نديكم فيديوهات جداد. اي نتاو الفيديو الجاي ان شاء الله. تشاو.